زوار مساء الجهة الكرام في هذه الأثناء وتخليدا للذكرى 43 للمسيرة الخضراء والذكرى 63 لعيد الاستقلال المجيد، ينظم منتدى الصحراء للحوار والثقافات ندوة بشراكة مع مجلس مقاطعة أجدال الرياض تحت شعار الصحراء المغربية باب إفريقيا حقائق تاريخية ومنجزات تنموية. يسرنا أن نستضيف رئيس المنتدى منتدى الصحراء للحوار والثقافات الأستاذ السويدي الصلاحي السويدي. نعم أستاذي، بداية لو تحدثنا عن سياق تنظيم هذه الندوة. أولا أشكركم على تغطية هذا النشاط الوطني الهام. اليوم ارتأينا كفاعلين جمعويين على مستوى جهة الرباط سلة القنيطرة ننظم هذه الندوة العلمية التاريخية، تجمع ثلة من ذوي الاختصاص في مجال التاريخ ومجال التنمية وكذا المقاومة في الأقاليم الجنوبية، بحيث أن الصحراء المغربية كانت في تاريخ في السنوات في عهد السابق بوابة لإفريقيا، في كانت هناك قوافل تجارية تنطلق من المملكة المغربية في عبر الصحراء المغربية في اتجاه الجزائر الشقيقة وموريتانيا الشقيقة والسنغال ودولة السنغال الشقيقة ودولة مالي، الشيء الذي له وقع تاريخي بالنسبة للقضية الوطنية. واليوم تنزيل المشروع التنموي الجديد الذي أعطى انطلاقته صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حتى تكون الصحراء المغربية بوابة لإفريقيا من الناحية الاقتصادية والسياحية والتنموية، لتستفيد دول إفريقيا من التجربة المغربية في مجال التنمية والتجربة في محاربة الهجرة السرية وعدة من تجارب المغربية، خصوصا تجربة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وعدة مبادرات ملكية التي سوف تستفيد منها دول إفريقيا. وبالتالي نحن كفاعلين نجدد هذه الندوة، تجمع بين عيد الذكرى 63 لعيد استقلال المجيد والذكرى 43 لعيد المسيرة الخضراء المضفرة. واليوم احنا اليوم هذا الأساس إذا يعطوا درس للناشئة والشباب باش يعرفوا تاريخهم ويعرفوا الدور التاريخي والتنموي الذي قطعه ملوك المملكة المغربية. نعم سيد الرئيس، اليوم نشوف في المنتدى جمعتم بين رجالات الحركة الوطنية ورجالات المقاومة وما بين الفاعلين الأكاديميين، يعني الأساتذة الجامعيين والدكاترة، يعني ما هي انتظاراتكم من هذه الندوة؟ أولا انتظارنا أقوى من ذلك. نحن انخرط معنا المندوب السامي للمقاومة وأعضاء جيش التحرير في هذه الندوة مشكور، وتعذر حضور السيدة كاتبة الدولة في التجارة الخارجية لالتزاماتها بوفد مهم أجنبي في يزور المملكة، وتعذر الحضور بتقدم النموذج التنموي الذي تقوم به حكومة صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وكذا هناك عروض للأساتذة المتخصصين في مجال التاريخ وفي مجال التنمية لدراسة وتصور مشروع النموذج التنموي الجديد. نعم، إذن شكراً